برجع بجدد التحيات لجميع الأصدقاء لكل اللي منضم لراديو أم بي أس بهيدا الوقت. بدي حيي الصحفية بجريدة الأخبار راكيل عطية. راكيل صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك عبر راديو أم بي أس. ميرسي. أولا راكيل بدي حييك أول مرة بتنضم لنا عبر راديو أم بي أس، وبدنا ناخد رأيك اليوم وتعطينا إياه بكل حرية. ما بعرف إذا هذا اللي رح تكتبيه بصحيفة الأخبار، ولكن خلينا هيك نسمع رأيك، وأكيد رأيك هو الحديث اللي متداول اليوم بين الناس إذا كانت هالحكومة رح تبصر النور قريبا، وخاصة أنه سمعنا بعض الأخبار يلي بتقول أنه في بوادر خير ممكن أنه لاحظن بهذا الأسبوع. ما بعرف حضرتك شو ممكن تقولي لنا حول هذا الموضوع. بس اولا للتوضيح، بجريده الجمهوريه مش الاخبار. اوكي عفوا. ابدا. فيما يتعلق بالحكومه، اليوم عمليا عندنا مبادره مترجمه من قبل الرئيس نبيه بري. نعم. هذه المبادره وضع لها الرئيس بري حد زمني معين، واذا فينا نقول وصلت لمحل اليوم تنتظر قدوم الرئيس الحريري الى لبنان لاستكماله، لأنه مبدئيا رئيس الجمهورية أعطى موافقته على هذه المبادرة يلي هي بتقضي بتأليف حكومة من 24 وزير بلا أي سلس معطل لأي فريق. لكن فريق الرئيس الحريري بعد عنده شكوك وأسئلة عدة حول هذه المبادرة، حتى حول تجاوب الرئيس عون ومن خلفه الوزير بسيط. بمطلق الأحوال المبادرة تنتظر قدوم الرئيس الحريري، لأنه مثل ما نعرف جميعا أنه الحكومة لا يمكن أن تؤلف إلا بتشكيلة بقدمها الرئيس المكلف يلي هو الرئيس الحريري إلى رئيس الجمهورية، وبعدها بيتوافقوا عليها كرمال تصدر المراسيم. بينما دور الرئيس بري هو إذا فينا نقول لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين عون والحريري ولطرح الحلول، ومنعرف دايما أنه الرئيس بري وسيط دايما بهذه المواضيع، ولكن ليست المرة الأولى يعني بيدخل الرئيس بري على خط التأليف. وقبل للأسف محاولاته فشلت. اليوم يعني شو تغير اليوم برأيك؟ يعني شو ليه صار في هذا التغيير، وصار في هذا الإحساس أنه ممكن أنه الحكومة تبين هذا الأسبوع؟ بطبيعة الحال الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي ضاغط جدا، والأبرز فيه طبعا اقتراب رفع الدعم، لأنه نتذكر جميعا أنه حاكم مصرف لبنان هو حدد أنه مهلة حزيران كحد أقصى بيبدأ إما استخدام الاحتياط الإلزامي، ويلي هو عم بيقول أنه قانونا ما بحق له يستخدمه، ويلي كتل النيابية السياسية كثير رافضة هذا الأمر، وإما رفع الدعم، خصوصاً أنه لهلأ ترشيد الدعم لم يحصل، لم يقر لا من الحكومة ولا من مجلس النواب ولا البطاقة التمويلية. نعم. وسبق وحذرت مؤسسات عدة أمنية أو اقتصادية أو مالية داخلية وخارجية أنه رفع الدعم بشكل مفاجئ أو بشكل كلي طبعياً رح يدفع لفوضى اجتماعية ممكن تتحول لفوضى أمنية، وبالتالي يعني فينا نقول إنه هذا أكثر أمر ضاغط، فضلاً عن العقوبات الأوروبية يلي مرتقبة بالأسابيع القليلة المقبلة أو حتى بالأيام المقبلة. كمان في ضغط دولي كتير كبير بيدفع للتأليف، فضلاً عن إنه رئيسان عون والحريري وصلوا لأقصى السقوف الممكنة. وبالتالي البعض بيقول انه حان الوقت ينزلوا عن الشجرة كما يقال. يعني كأن نوعا ما استسلموا، يعني انه فينا نقول في استسلام، يعني انه خلاص خلاص تزبط بأي طريقة الحكومة. لا طبعا، يعني رغم كل هيدا الأوضاع الضاغطة ورغم انه وصلوا للحد الأقصى بالسقوف والشروط والمطالب، ولكن بعده كل فريق متمسك بمطالبه أو شروطه أو المبادئ الحكومية يلي بيعتبر على أساسها لازم هذه الحكومة تتألف. لذلك رغم كل المبادرات والضغوط ممكن أنه الحكومة ما تتألف. بنفس الوقت ممكن الحكومة تتألف بأي دقيقة إذا صفت النوايا وإذا جرى الاتفاق، لأنه فعلياً
ما في أي عامل هالمرة خارجي كبير بيمنع تأليف الحكومة بلبنان، أو إذا فينا نقول بده يبدي مصالح طرف على طرف آخر أو مصالح فئة على فئة أخرى. نعم حضرتك هيك كصحفية وكمتابعة بتشوفي انه قريبا رح بتبين هيدي الحكومة يعني، ولا رح بيكون في شيء هيك خفية بشي مطرح؟ كل الاحتمالات واردة، في حسابات كثيرة للأفرقاء السياسيين، وللأسف بعد كل التجارب اللي صارت خصوصا من 17 تشرين الأول 2019 لليوم، نعم وعدم تجاوب السلطة نهائيا مع إرادة الشعب مع مطالب الشعب، ما صار في استقالات إلا وقتها استقالت حكومة الرئيس الحريري، وبعدها رجع كلف الرئيس الحريري بعد سنة تقريبا. السلطة ما تأثرت ولا تأثرت بانفجار 4 آب، وبالتالي ممكن اليوم ما تتأثر بأي انفجار اجتماعي. بالنتيجة اليوم السلطة تخوض معركة وجود حقيقية، خصوصا أنه الانتخابات المقبلة باتت قريبة جدا، وبالتالي مع هذه الطبقة الحاكمة من الصعب القول أنه ممكن بسهولة تترك مواقعها وتستسلم سياسيا إذا فينا نقول بين مزدوجين، وبالتالي أكيد رح تضل تحارب لتحصل مكاسب أكثر. وممكن اللي ما بيقدر يحصل مكاسب وبيعتبر إنه الحكومة اللي رح تؤلف ما بتناسبه، لأنه كمان ما بدنا ننسى إنه هيدي الحكومة من المرجح تكون حكومة انتخابات، نعم وهيدي الحكومة من المرجح تبقى بعد يعني استحقاقات مقبلة، في عنا استحقاق الرئاسة أيضا. ولذلك إذا في أطراف معينة لقيت أن هذه الحكومة ما بتخدم لمصالحها، نعم يمكن بقرار منها تاخذ البلد لانفجار ما، يمكن يرجع يضبط لها وضعها، يرجع ينفذ بتسويات جديدة اتفاقات جديدة. سبق وصارت بلبنان مرات عدة، يعني نعم منه شيء جديد على هذه الطبقة السياسية. الشعب عايش بخوف كتير كبير من انه نحن صحيح فايتين بشهر حزيران، وحسب ما عرفنا انه رح بيتم رفع الدعم. الشعب اليوم بانتظار شو برأيك ركال؟ شو ناطره؟ اليوم الوضع بلبنان مفتوح على كل الاحتمالات، وأي متابعة للأوضاع والتطورات، يعني مثلا زيارة قائد الجيش الأخيرة لفرنسا نعم والطريقة يلي عم يتم قيل عن تنفيذها. حكومة عسكرية هون، إنه طلب منه تشكيل حكومة عسكرية هلأ بمعزل عن هيدي الأخبار ويلي قيادة الجيش نفتها من أكثر من معلومة ومصدر وبيان، نعم بمعزل عن هيدي الأخبار، إذا بدنا ناخذ الزيارة مثل ما معلن عنها ومباشرة، يعني هيدا الخوف على الجيش، وإذا فينا نقول الاستقتال الخارجي من أكثر من دولة مش بس من فرنسا لدعم الجيش، بأشر إنه في خوف وتخوف من أي خطة أمنية بلبنان، والاتكال الوحيد بهيدي الحالة هو على الجيش اللبناني. يعني مشان هيك فينا نقول إنه الوضع بلبنان مفتوح على كل الاحتمالات، وهذا الأمر بيتطلب طبعا حكمة عالية من المسؤولين، بيتطلب أولا حكومة بشكل سريع جدا نعم وفوري، ولهذا الأمر رئيس بري عم يضغط إنه الحكومة تبصر النور هذا الأسبوع. بس نرجع منكرر، نعم من 7 أشهر لليوم، أي منذ تكليف الرئيس الحريري، كان ممكن الحكومة تتألف بأي دقيقة. بنفس الوقت كان ممكن الحكومة تضل لوقت كتير طويل تتألف، أو لا تؤلف ونروح لوضع تاني بلبنان. هول الاحتمالين بعضهم موجودين اليوم وبكرة وكل يوم. نعم نعم ركال، اليوم شو رح تكتبي بصحيفة الجمهورية، أو ما بعرف إذا اليوم رح تكتبي أو بهيدا بهالكم يوم اللي جايين، شو الموضوع يلي هيك اخدتي عنوان لمقالك؟ نعم الكتاب، يعني صعب عادة الكتابة الصحفية تحددي لموضوع أو عنوان مسبقا، لأنه بتعرف التطورات، نعم يعني عم ينحكى اليوم بين لحظة والتانية ممكن رئيس الحريري يوصل، ممكن يصير في لقاء بين الرئيسين بري وعون وبعضه بين الرئيسين بري والحريري، أو ممكن رئيس الحريري يتوجه فورا على القصر الجمهوري.
يعني بطبيعة الحال حسب حسب التطورات، التطورات. بس بشكل عام يعني فينا نقول متابعة الملف الحكومي. نعم، يعني نتمنى أكيد إنه الحكومة تتشكل بهذا الأسبوع. نعم كلمتك هيك الأخيرة للسمعونا، هيك شي كلمة تطمينية راكال، هيك شو ممكن تقولي لهم للناس؟ يعني بكل الأحوال بيضل في مؤشرات جيدة. عم ينحكى اليوم إنه ممكن موسم الصيف يكون واعد لجهة السياحة، نعم، برك نتأمل بهذا الموضوع تيكون هيك في قليل من الإنعاش المالي والاقتصادي. وبيبقى الأخير إنه نتذكر دايما الكلمة بإيدنا، وما ننسى حتى لو الانتخابات بعد سنة ولو شو ما صار بعد سنة، ما ننسى إنه نحن اللي منقرر، ما ننسى شو صار فينا بالسنوات السابقة. يعني عم بتدعي الناس إلى أنهم ينتبهوا بالانتخابات اللي جاية، كيف رح ينتخبوا ومين رح ينتخبوا؟ طبعا يعني بالنتيجة نحن رغم كل ما يقال نحن ببلد ديمقراطي، والطبقة السياسية الشعب بيفرزها بكل استحقاق انتخابي، حتى من الانتخابات البلدية يعني على النطاق الصغير إلى الانتخابات النيابية، وبالتالي مجلس النواب هو اللي بيفرز الحكومات، هو نعم، اللي بيفرز رئاسة الجمهورية. نحن للأسف يعني حسب ما بيقولوا مسؤولين كبار من الزمن الغابر الجميل، نعم، بيقولوا نحن بأزمة أشخاص بلبنان حاليا، فهيدي كمان النقطة ما لازم ننساها. نعم. بدي أتشكرك كتير صحفية ركال عتيق من صحيفة الجمهورية، بتشكرك كتير على انضمامك لنا، وأكيد رح بيكون في لنا لقاءات تانية مع حضرتك حول أكيد الأحداث اللي عم بتصير بلبنان. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك. ميرسي.